دعا القس تيري جونز راعي كنيسة مركز اليمامة للتواصل العالمي ومؤلف كتاب الإسلام من الشيطان في ولاية فلوريدا، دعا أتباعه لجعل 11 من سبتمبر المقبل يوما عالميا لحرق القرآن. وأثارت دعوة الكنيسة انتقادات واسعة في الأوساط المسيحية والإسلامية التي تعتزم إطلاق حملة لتوزيع المصاحف خلال شهر رمضان المبارك. لم يكن هاون من قام بإنشاء هذه الصفحة التي تدعو إلى حرق القرآن الكريم في 11 من سبتمبر القادم، بل كنيسة لها أتباع وتستخدم الإنجيل لتبرير هذه الحملة. من واجب الكنيسة أيضا أن تحذر، لأن الإسلام دين خطير ودين عنف ويحاول تسويق نفسه كدين سلام. ولكن إذا نظرنا في العالم، وأعرف لأنني أمضيت 30 سنة كمبشر، ترى تأثير الإسلام ليس فقط في دول يحكمها هذا الدين، ولكن في مناطق أخرى ترى فيها مجتمعات قمعية. هي ليست صفحة يتيمة في الشبكة العنكبوتية، فهناك صفحات أخرى تحمل في طياتها رسائل كره للمسلمين والإسلام، ومنها هذه التي تقول إن الإسلام هو دين شيطاني، والقائمون عليها هم أنفسهم من يدعون إلى حرق القرآن. ورد المؤسسات الإسلامية على مثل هذه الدعوات جاء من خلال دعوات لفهم الإسلام وتوضيح معانيه. نشعر أننا ممزقون، لأننا من جهة لا نريد أن نعطي هذه الحملة الدعائية التي يسعى القائمون عليها إلى الحصول عليها. هم يريدون إغضاب الناس من أجل الحصول على الدعاية الرخيصة، ولكن من جهة أخرى نرى أنه لا يمكن التغاضي عن هذا، لذا قررنا أن نقوم بعمل حملة تعليمية إيجابية من خلال أن تقوم الجالية المسلمة في الولايات المتحدة بتوزيع القرآن ضمن نشاط يوم المشاركة في القرآن. وهذا الموقف عبرت عنه حتى كنائس ترى في هذه الحملة هدما لمحاولات التقارب بين الأديان. أعتقد أن هذه الحملة مروعة وسيئة، وهي ضد كل ما نؤمن به ونعمل عليه في مؤتمر التقارب بين الأديان منذ 30 سنة لبناء التفاهم والثقة والاحترام، وهذا يهدم كل عملنا. والإرهاب ليس حكرا على دين أو معتقد. في الإسلام يوجد إرهابيون، ولكن في المسيحية أيضا يوجد إرهابيون. تيموثي ماكفي الذي قام بتفجير المكتب الحكومي في أوكلاهوما كان مسيحيا، هل كان هناك كل هذا الغضب وخرجت دعوات لحرق الإنجيل؟ كلا. وإلى حين الخروج من قوقعة المتفرج السلبي، تبقى مؤسسات وأديان وأفراد عرضة لحملات عنصرية ووعود بمفاتيح جنة ممنوعة على الآخرين. مع تعاظم الإسلاموفوبيا في العالم، أصبح الإسلام الفريسة التي يريد الجميع اصطيادها، والشعراء التي تتوسط ما بين حرية التعبير والتعدي على حريات الآخرين أصغر من أن يراها قانون يحاكم على فعل مثل حرق القرآن إذا قام به أحدهم في حديقتك أنت، بينما إذا قام به في حديقته فهو قانوني 100%. ريما أبو حمدية، روسيا اليوم، واشنطن.